يجدد العهد مع تلك الفتوى والتي صادف هذا اليوم، الفتوى العظيمة التي أصدرها السيد المرجع السيستاني بعد الاعتداء الغاشم من قبل داعش على أرض العراق، وهب أبناء جميع أبناء الشعب العراقي مع الفتوى. تمر علينا ذكرى عظيمة وكبيرة وعطرة، ألا وهي ذكرى الفتوى المباركة، فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيد السيستاني دام ظله الوارف، واستطاع بهذه الفتوى أن يحفظ الأرض والعرض وأن يحفظ المقدسات، واستطاع أن يدحر الظلم، يدحر الإجرام ويدحر داعش، واستطاع بهذه الفتوى، وهذه ليس جديدة على علمائنا الأعلام بل على طول التاريخ، استطاعوا أن يقارعوا الظلم. نستذكر في هذه الأيام الشريفة والخوالد تلك الفتوى المباركة التي حثت أبناء الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي بالخصوص على مقارعة طغمة داعش الإرهابي وللدفاع عن حياض هذا البلد. حياكم الله. في لحظة تاريخية فارقة وفي ظل ظروف استثنائية عاشها العراق، برزت فتوى الجهاد الكفائي كصرخة نداء وطنية ودينية تردد في صداها في قلوب الملايين. كانت تلك الفتوى منبعا للأمل وبداية لمسار جديد في مواجهة تحديات جسام هددت وجود الوطن واستقراره. صدرت هذه الفتوى المباركة من قبل المرجعية الدينية العليا لتكون حافزا للناس على التكاتف والتضحية من أجل حماية الأرض والعرض، وتسيدا لقيم الشجاعة والإيثار في أبهى صورها. لقد أسهمت هذه الفتوى وبشكل كبير في توحيد الصفوف ورصها، وأيقظت في النفوس روح المقاومة والصمود، محدثة تحولا جوهريا في مجرى الأحداث، وسجلت بمداد الفخر مواقف خالدة في ذاكرة الأمة. أهلا بكم من جديد. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع السيد أبو ضياء الصغير القيادي في الحيج الشعبي، حياك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب كل الترحيب بالشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، حياك الله سمحت. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. أبدأ معك حاج أبو ضياء، وأبدأ من الذكرى العاشرة لذكرى فتوى الجهاد الكفائي، عندما سمعتها لأول مرة ما شعورك حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لأمتنا ولأبناء شعبنا العراقي هذه الذكرى الجميلة، وهي ذكرى الفتوى المقدسة لإمامنا المفدى السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، الذي حفظ العراق وحفظ المذهب وحفظ هذه الأمة من والبلاد المجاورة، نقول بكل شجاعة، حفظها من العدوان الغاشم الذي شنه أعداء الله وأعداء المذهب وأعداء الإنسانية الدواعش، الذين هم تربات ونتائج من المؤامرات الأمريكية وغير الأمريكية. نعم. هذه الفترة المباركة عندما صدرت في شدة انهيار العراق تقريبا من الناحية المعنوية والاقتصادية والسياسية
كل والعسكرية طبعا من ضمنها، عندما صدرت انطلق الملايين من أبناء الشعب العراقي وبكل بساطة وبكل شجاعة انطلقوا واستجابوا لهذه الفتوى بعدما كان الانهيار تقريبا قائم في للأسف الشديد في أجهزتنا الأمنية وفي ذلك الوقت، وبعدما كان الإعلام المعادي وبالذات الإعلام الإرهابي قد عمل على العراق بقوة وبفنيات وحركات وأفلام مفربكة من أجل السيطرة على قلوب وانهيار قلوب الشعب العراقي وخسارة مناطق كثيرة من العراق، تقريبا ثلث العراق خسرها أبناء الشعب العراقي في ذلك الوقت. هذه الفتوى أعطت الأمل والشعور برحمة من رب العالمين، استجابوا أبناء الشعب العراقي وبعد مدة قريبة كلش استطاع الشعب العراقي أن يسيطر على الدواعش بعدما وصلوا إلى أطراف بغداد وإلى أطراف نقول بكل قوة إلى أطراف كربلاء والنجف من ذاك الجانب، وعندنا سيطروا على عدة. شنو كان وقع هذه الفتوى أول مرة عندما سمعتها؟ نعم، هذه الفتوى شنو كان وقعها وصداها في نفسك عندما أول مرة سمعتها؟ والله الصراحة أول شيء قلت لكم يعني عاد الأمل أن إحنا بخير ومرجعيتنا بخير ومرجعيتنا قوية وبلادنا يجب أن يسعى. إحنا هسه ما نريد نمدح روحنا، وأنت ذكرتوا أفضل القيادي، أبدا أنا مو قيادي، أرجع أكرر عليها، أنا خادم في الحشد الشعبي وأفتخر في هذه الخدمة أمام الله ليس أمام أحد. جعلك الله في خدمة الإمام الحسين عليه. صدرت هذه الفترة المباركة شعرنا بالرحمة الإلهية بعدما قلت لكم في الوضع، يعني خصوصا يعني مثلا أنا في بغداد كان الانهيار واضح بين الناس، بعض المناطق صحيح. العصرية كانت تعزم مناطق كبيرة، ومثلا نعم. عندما انطلقنا رأينا الرحمة الإلهية وشعرنا وعدنا إلى أيامنا السابقة في أيام الجهاد الذي كنا إن شاء الله الله يحسبنا من المجاهدين، في أيام صدام الله يلعنه بعد عندما كان بقوته الإرهابية مسيطر العراق، شعرنا بالأمل الكبير أن الإسلام باقي إن شاء الله. يا الله أرحب كل الترحيب مرة أخرى بالشيخ مجيد العقابي. أهلا يعني مرحبا عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. ما الحنكة وما الفكرة من هذه الفتوى؟ يعني أشار الحاج إلى أنها أنقذت العراق، شنو وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الأجمعين. أولا يعني أنا كذلك يعني ضمن النسق الذي تفضل به الحاج أبارك للأمة الإسلامية عموما، باعتبار أن الفتوى من رحم الجانب الإسلامي وليس من الجانب الآخر، لا الجوانب الوضعية ولا الجوانب العلمانية ولا الجوانب الأخرى، إنما من حوزة أمير المؤمنين، وكذلك الرحمة والخلود لشهدائنا الذين ضحوا بسبب دمائهم التي سفكت، عاد الأمن والأمان لهذا البلد المعطاء، أضافة أنه ندعو للجرحى بأن يعودون سالمين ويمارسون حياتهم الطبيعية، كذلك نطمح أن يتطور جانب هذا الدفاع أكثر، لأنه في الحقيقة أنا الآن وأنا يعني أستمع إلى جناب الحاج أذكر أن الذين انبروا للفتوى 3 مليون، وهذا الرقم يعني ضعف الجيش العراقي 3 مرات إذا مو أكثر، يسعفني الحاج لأن أكثر مني دقة بهذا الجانب باعتبار هو من الجسم الحشد، وأنا مواطن بصراحة وأرصد من الجانب الإعلامي ومن الكتابة وما شابه ذلك. هذه الفتوى قيمة الفتوى هي أنها حولت الهزيمة إلى انتصار، يعني داعش وصل إلى أسوار بغداد، صار نعبر عنه بالاستمكان العسكري ممكن أنه يصل إلى يضرب قبة الإمام الكاظم عليه السلام. وأنا مرة أخذت أولادي في زيارة الإمام الهادي عليه السلام، فكنت في الطريق أكلم أولادي أقول لهم اسمعوا عفوا منطقة النباعي هنا، منطقة مكيشيفة هنا، بعض الناس تعرفين عندهم خلل في ثقافة البلد، يعني مو كل الناس مطلع على حدود البلد ومحافظاته وآثاره، ولذلك بعض الناس من يسمع مكيشيفة يتصور هي في الموصل مثلا، لا هي كانت على حدود بغداد أو النباعي على حدود بغداد بين بغداد وسامراء، فهذا طريق الموت، هذا طريق الموت، يعني لما يتحول هذا الشارع إلى يعني 12,000 مقاتل من الدواعش لعنة الله عليهم يطوقون بغداد وفعلا يصلون إلى مقبرة
معروف الكرخي كما نقول هكذا، هذه باسمه تسمى، اللي هي اسمها مقبرة الكرخ، ويطوقون بغداد من جانب اللطيفية ومن جانب جرف الصخر اللي كان بها المجاهدين قبل الفتوى هنالك، يعني عندهم استمكان عسكري كما نعبر، وبالتالي تأتي الفتوى لتنفرج هذه الكماشة الداعشية ويعودون إدراجهم، ومن ثم نبدأ بقضم الأراضي واسترجاع الأراضي التي أخذها داعش. الوضع الأمني طبعا مهم جدا. داعش كان بسبب خلل عقائدي لدى البعض، لو خلل سياسي، في الحقيقة، لو أمني، لو كل هذا. في الحقيقة هذه تحتاج أولا، يعني نحن لا نريد أن نضع الفرضية قبل التحقيق، هذه تحتاج إلى قراءة مستفيضة واستقراء تام كما نقول في المنطق. عدة عوامل، عامل منها ممكن تصرف الجيش في بعض المحافظات اللي اعتبروه سموه في ذلك الوقت جيش فلان يعني. العامل الثاني هو كذلك الضغط التاريخي اللي عاشته بعض المناطق، كذلك أكو بعض الناس متأترثين خلف الخلافة الفلانية، عفوا يعني أنا لازم هنا أصف ولا أصنف الناس، يعني الشيعة يملكون بعد 2003 أي مسألة يعني مو لا يقبلها بعض الناس، فلا بد أن تبقى بعض المناطق ملتهبة، ولذلك داعش خرج من محافظات معروفة بالانتماء لمن. وبصراحة هذا الكلام نحن لعلنا اليوم ندعو للتعايش والاعتدال، بس لابد أن نقول الحقيقة، داعش لم يأتي من جنوب العراق، بالعكس جنوب العراق هو الذي أرجع العراق، ولكن هذه المناطق البعض ضرر به سماحة. هو هذا كلامي، أكو يعني كما نقول أكو هنالك يعني منابع، أكو هنالك آثار، هذه كلها اجتمعت. الخط العسكري للأسف اللي كان يعين بسبب الراتب، مو مثل لما اجي الحشد الشعبي رايح هو شايل قلبه بيده مثل ما نقول، واكو شباب يزور الجنسيه يكبر عمره حتى يلتحق بالمجاهدين يدافع عن ارضه، هذا فرق بصراحه. لا اليوم نعم المؤسسه العسكريه لو مرصينه وهي قادره على مسك الارض وتحمي الارض، لكن بالحقيقه في ذلك الوقت ما كان اكو شيء اسمه جهاز امني، كان اكو انهيار تام، والا 5 إلى 6 فرق يمكن يصحح لي استاذنا انهارت في الموصل. الفرقة العسكرية يعني كم لواء، كم سيارة اللي أسقطت هذه الفرق 5 أو 6، طيب كم سيارة من داعش، زين وين إذن يعني القدرة العسكرية اللي طبعا كانت وزارة الدفاع أكثر وزارة هي كما نقول تأخذ حصة تموينية من الأموال، إذن وين التجهيز كان؟ العقيدة العسكرية ما كانت حقيقية، لذلك لما أجى داعش حتى أنا سمعت رئيس الوزراء العبادي قال أنا كنت أطلب من الحشد ينخرطون مع القوات العسكرية حتى يعززون فيهم العقيدة عقيدة الوطن، هو قالها بالتلفاز. ليش؟ لأن هذا ابن داعش جاي عنده هوية وعقيدة الأرض، مو جاي على راتب، فلذلك هذه المعايشة اللي عبر عنها بالعسكرية نفعت كثيرا، سوت أكو تقدم بعد أن تم إعادة النظام والهيكلة للجيش العراقي والانتصار الحمد لله اللي حصل بدمائهم وسواعدهم. حاج أبو ضياء، ما هي أبرز المعرقلات التي واجهتكم في الحشد الشعبي بعد هذه الفتوى المباركة؟ طبعا الحشد الشعبي بعد طبعا بعض المجاهدين وكثير من المجاهدين قبل الفتوى بأيام طبعا، نعم، بعدما صدرت الفتوى هب الشعب العراقي بأجمعه، طيب 3 ملايين 4 كل من إلى فدرأي في هذا الموضوع، بس أكيد بالملايين. المرحلة الأولى كانت مرحلة ضبط النفس، احنا هالقوات جتنا، التدريب ماكو، كبار بالعمر صغار بالعمر، أسلحة ماكو، ملابس ماكو، الدواعش قاعد يتقدمون بحركات فنية قوية جدا، أجهزة فنية قوية جدا، استخبارات قوية جدا، ها كلها قضايا عسكرية طبعا. الناس عايشة بأمان، يعني بأمان ما معناه أمان، مو يم المعارك ما يدرون، خلصوا من زمن صدام ومعارك. فعندما هب مجموعة طاهرة من المجاهدين الأوائل وبالخصوص يعني المجاهدين الذين قاروا عن النظام تواجدوا والحجم لا يكفي، هب الناس إليهم، فاستطاع الحشد الشعبي نظم الأمور بأبسطها، وعدم تواجد الأسلحة والملابس كانت فد معضلة كبيرة جدا. ولابد هنا أن نذكر البطل الذي أنقذ العراق بشكل كبير جدا، وصاحبه وإمامه وإمامنا إن شاء الله، وهو السيد الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك الرجل الشجاع البطل الحاج قاسم سليماني، عندما استجاب لطلب العراق منذ أول ليلة جاء إلى العراق، وصل مساء صباحا أصدر الأوامر بعد موافقة القائد مرشد الثورة الإسلامية، موافقة فتح
المخازن العسكرية إلى العراق، وجاءت الحافلات وجاءت الطائرات تحمل السلاح بكل قوة وبكل شجاعة، أنقذتنا. هذا شيء طبعا في ذلك الوقت كلش حسرة، يعني أنا شايف مقاتلين بندقية عنده 5 طلقات، شايف واحد عنده 7 طلقات، واحد شايف كانت هاي بمثابة إنقاذ لكم كبيرة جدا. زين، شنو أبرز المواقف اللي ما تقدر تنساها حاج من خلال كل هذه الأحداث؟ أكيد مر عليك موقف ما تقدر تنساه. ما نقدر ننساها هي الفرحة اللي إحنا كنا كل ما نتقدم، صحيح نبطي شهداء، يعني جزء ما أدرى أن واحد من الناس من أصعب المواقف عندما يستشهد أبو منتظر محمداوي وأبو حبيب، وهي تظل قبال عينه، يعني 100 متر أنا وحبيب قاعد وياه بحدود 1.5 ساعة، العمليات شوية تأخرت، صار عندنا في أحد المكانات الشفر انضرب، فأبو منتظر وهو هذا القائد العظيم أبو منتظر محمداوي جاء إلى أبو حبيب، أبو حبيب كان قائد محور ثاني أو ثالث، فقال له خل نروح نشوف هاي المحور مالتك ما مكسور، فأخذهم يعني ورا ربع ساعة شفتهم اثنيناتهم أو 4 5 استشهدوا نفس الوقت. هذا موقف صعب، ولكن مواقفنا الصعبة كانت كبيرة وكثيرة خصوصا في البداية والفرح. نعم، مثل شنو كانت غير هذا الاستشهاد؟ يعني شفت فتح حالات صعبة كنت ما إلك مثلا حيلة لمساعدتهم؟ من ناسنا لو منك؟ لا، من ناسنا. من ناسنا ما كانت عندنا صعوبة، متعودين احنا. زين، يستشهد هذا إلى فخر نفتخر به، ينجرح كلش بسيطة، نتمنى احنا طبعا مكانه. والشيء الجميل اللي شفته، خلينا نذكر الجميل، ما كان عندنا انهزام، هذا المهم. الشجاعة كانت ظاهرة، شياب شباب صغار كبار، والله العظيم ما شفت نفر، شخص واحد ما شفت. كنت أنا مع مجموعة، حتى قسم كانوا وياه ما مدربين، من أريد أبدل أخاف عليهم، خليكم صريح، أخاف عليهم عندنا هجوم فتشي، فأقول لهم أنتوا رجعوا لي ورا، والله أحس بيهم ينادون بالجهاز يبجون أو يصيحون، أو أقول له ارجع لبغداد روح جيب الفلان حاجة، ما يقبل. هذا الشيء الجميل، ما كان عندنا احنا قلق أو أذية. صحيح من نفقد قائدية نتأذى ونتألم ونعصر قلبنا، بس بالأصل نشعر هذا إلى فخر مجاهدين في سبيل الله، احنا مستمرين. نعم، بصفة عامة المؤذي وهو النازحين. شنو المؤذي؟ النازحين هذول كانوا يجون الدواعش يحتمون بيهم، بعضهم كانوا ملغمين. زين، احنا شو نسوي؟ هاي نساء أطفال يستخدمون النازحين دروع بشرية. نعم، بشكل كبير معروف، هذا كلش معروف، وإحنا يجب أن نتعامل برحمة، أوامر من أبو مهدي ومن مرجعيتنا وإنسانيتنا، نتعامل وياهم برحمة. فكانت مؤلمة إنا، وقتل عندنا كثير من ناسنا، وهذا للأسف الشديد، ولكن لم يؤثر علينا من ناحية الأخلاقية أن نتعامل معهم بكل أدب وبكل نظافة. هذه نقطة حسبت للحشد، الحمد لله. نعم، إذا سمحت الشيخ، نقاط كثيرة حسبت للحشد الشعبي بالفخر وبالصبر وبالإيثار، لكن للأسف ما نراه حتى الآن يسمون الحشد بالميليشيات، يحسبونه على الطائفة الشيعية. طبعا هذا فخر أن يحسب من الشيعة، ولكن ليست هذه الحقيقة. كان هنالك مسيحيين، كان هناك صابئين، كان هناك سنة. لماذا يحصر الحشد بالشيعة فقط؟ شوية هاي رد لها، اسمحي لي أفكك هذا المشهد، لأن هذا الظاهر يعني عالق في ذهنية الشيعة منذ أن خلقنا الله إلى اليوم. دائما نحاول أن نتجرد بتواضعنا حتى هاي، لا، الحشد ترى هو شيعي، يعني مع احتراماتي القليل من المسيحيين أو السنة، هذول مش يشكلون يعني النسبة العالية. نعم مشتركين معنا، بس أي مشتركين، هو جاي أقول بس مشترك على نحو، يعني عفوا، يعني ما أريد أتحدث منطق وهذا الفلسفة وهذا الكلام، وإحنا في دقائق إعلامية. ما أود قوله أنه الإمامية دائما حتى في ثورة 20، حتى هي في الحشد، شنو السبب اللي يخلينا نتحول من مقدسين الى مدنسين؟ اللي هذا تردين تقولي هذا سببنا احنا مو سبب غيرنا، لان احنا عندنا مثل ولو مو لطيفه، يعني مثل واحد اول ما يسجل هدف بعدين يعتبر نفسه سجل، فيتقهقر يعود عليه الجانب الطرف الثاني فيسجل اهداف، وبالتالي اصبحنا اليوم مو احنا كانه المطين 20,000 شهيد و50,000 جريح، كانه احنا اللي دواعش اللي طبينا على المناطق. والتصور الاعلامي امامك، حتى الفيسبوك انت الان ما تقدر تكتب اني يا من حضر صفحات مجرد ذكر. السؤال ليش صار اسم الحشد اذا تكتبه تحظى الناس تهاجم؟ هذا الكلام مولاتي علويتنا، اللي يجاوب عليه المفروض قياداتنا العزيزه،
ليش وصلنا إلى هذا الحال؟ ليش قبلنا بالضد النوعي؟ ليش إحنا ما صار عندنا إعلام يحاول إنه يمرر مشروع الانتصار؟ لأن أنت تعرفين المعركة نصف إعلام. إحنا الثلاث أرباع كان دم. زيادة سلوم الطير ربع إعلام مو أكثر من هذا. إحنا فاهمة مالتنا الإعلامية. هسه راح يجي محرم نقول حسين عالمي الوجود. وشنو شغلنا؟ 40 يوم نروح نخلص الزيارات رجعنا مثل ما تشل. يعني ماكو استثمار. استثمار ماكو طبعا. أي أنت لا لا 7000 الولايات المتحدة عندك الكيان الصهيوني هذول كلهم يشتغلون 7000 قناة تبث الرذيلة. إحنا عندنا مال الاتحاد إيش قلت 30-35 زين قبالها شو تقدم؟ إحنا نحتاج أن تتضافر الجهود بأن تواكب التطور الحاصل من الإعلام. نقدم قنوات وإعلام يليق بالحدث. إحنا إلى الآن ما عندنا مسلسلات على الحشد مع أنه عندنا ممكن تكون مادة إعلامية أفضل من هوليود. إحنا مو الآن أطفالنا يعني يقول أرنولد ويقول ستالين ويقول استثمار الجانب استثمار هذا الجوال. فأنت من تتقهقر من تسكت من تحاول أنه أنت ما تروج اللي قمت به. طبعا الطرف الثاني حاول يركب ويصعد الموجة. وإحنا شفنا ناس حتى مو مجاهدين الآن بالبرلمان أصلا قتل بعضهم جو دخلوا. ليش هذا صار؟ هذا التقهقر ليش؟ لأنه إحنا ما عدنا مصداتنا وما نوقف عد حقوقنا عفوا. والتنازلات هذه الكثيرة تسمح. وأنا أقول لك بصراحة إحنا انتصرنا عسكريا بس الفكر ما زال ممكن بأي لحظة يعني ينفجر ويعود مثل ما كان. وتعال نطلب من جديد فتوى لو دماء هذا ما نقبله. ينفجر ويعود مثل ما كان يعني يقصد داعش يدخل للعراق. لا مو داعش. هو داعش شنو؟ ليش إحنا ما كان عندنا قاعدة وبعدين الزرقاوي وبعدين داعش؟ وداعش طبعا غير القاعدة بالمناسبة يعني هذا قال عبد البار. لكن لو رجعت الفكرهم يعني تلقاه متشابه إلى عبد البار عطوان في كتاب القاعدة يعني فصل. وفعلا هم يعني أدلجة القوم غير الاستراتيجية التي يقوم بها داعش. داعش العراق وسوريا وخلافه قاعدة مختلف لكن بالنتيجة هو واحد تابع للثاني. قراءات منين من المدونة التابعة على نفس الخط؟ هو جئتكم بالسيف يعني ما جئت من مدونة شيء يعني معروف الآن من الصحاح. حتى الآن فبالتالي عفوا الفكر علوية. الحاضنة مو بس حتى نعم. الحاضنة الفكرية نعم. اللي كانت تحتضن داعش نعم. ما تبدلت رؤيتها؟ إيش قد تبدلت؟ يعني إحنا إذا نبقى مع احتراماتي نعتبر الانتصارات العسكرية نهاية المطاف. أنا بالانتخابات تشوف التصعيد الطائف موجود. ذاك اليوم على الغدير شفتوا بالإعلام شنو صار. فإذا العملية يعني لتصير مثاليين أنا ما أتحدث بالمدينة الفاضلة نعم. الفارابية. أنا رجل ابن الواقع أقول أن ما قدمناه جيد. لا تعير العراق الآخر. أنا ضد هاي الفكرة تطلع بالإعلام والسوى إحنا حررناكم. لا كافي هاي غادرة أنت عراقي. ولكن هو مو تعير. هو دا ينطلق حقيقة. اسمحي لي بجزء لأنها مهمة حتى انتقل لي ما يخالف. أنت لا تعير الآخر. أنت قدمت لوطنك نعم. ماشي بس بنفس الوقت لا تتنازل وتجلد ذاتك. هاي مهمة التوازن مهم على العلوي. أنا هذا اللي أود قوله. شكرا حاج. إذا نحن قدمنا الكثير من الشهداء ومن التضحيات ممكن داعش يرجع إلى الواجهة بأي مسمى بأي عنوان؟ لو داعش انتهى وذهب إلى مقابر التاريخ. لا إحنا حسب تجربتنا نسميها الإسلامية أو الشيعية العدو مستمر ويانا. المكر مستمر ويانا. ولهذا هسه الأفكار صحيح هي أمريكا تطرح وإسرائيل تطرح وبعض الدول الأجنبية تطرح فد أفكار ضدنا ورهابين وها نفس أفكار أبو جهل وأبو لهب ترى نفس الشيء نفس الأعداء. إحنا ما نريد نقول إحنا أنصار الحسين 100% لكن ولا إحنا خدام أنصار الحسين. شعبنا الآن الحشد الشعبي يمثل نموذج بين حرب الحسين وحرب يزيد مع احترامنا ومقامنا لإمامنا الحسين ولأنصاره اللي إحنا نتشرف أن نكون معذرة يعني اضطراب احذيتهم. لا نتشرف حاج نتشرف بكل شجاعة نعم. ولكن ذولاك هم نفس الحالة نعم. هم ذولاك اصلا ما يراعون في القتل وفي السلي في السبي والسلب وكل شيء. واحنا الحمد لله راعينا هذا الجانب. هذا العداء مستمر معنا ما دمنا نعم. على الحق ما دمنا نحن انصار الله الذين يرجعون إلى الله في أعمالهم وأفكارهم وإلى نبينا وإلى أمتنا وننتظر إمامنا المهدي. فهذه ولهذه الأعمال ولها تستمر علينا. ليش طيب. ليش طبعا هي مو قضية شيعية معذرة إذا سمحي لي هي مو قضية شيعية بحتة. أكو شيعة قاعدين بأوروبا من يقلبهم معذرة أو بالعراق أو غير مكان أكو شيعة بس الأوفياء. ولهذا الحشد الشعبي عندما أثبت وفاءه ومبدأه والتزامه الشرعي والقانوني والرسمي مع عراقه مع مذهبه مع أئمته
صار أصبح له أعداء 100%، وأعداء مستمرين لا نقول أنت، ولكن هيهات أن يعود الداعش وأن يعود الإرهابيين. قد يكون، قد يفجرون، قد يقتلونا، وهذا فخر لنا واعتيادي حالة كلش طبيعية، ولكن لن يستطيعوا العودة مرة أخرى. قولتنا لو يجي جدهم إن شاء الله. طيب ما يعني كيف نستطيع الحفاظ على إنجازات الحشد، على تطوير الحج الشعبي؟ يعني تفضل الشيخ بنقطة مهمة، اليوم يجب أن يكون هنالك توظيف إعلامي لمعرفة تضحيات الحج الشعبي وما قدمه الحج الشعبي للعراق. هي طبعا نقطة كلش مهمة، ليس فقط الحج الشعبي، عندنا شهداء احنا، نعم، معذرة على التاريخ اللي احنا عايشينه، عندنا نموذج رائع جدا جدا وهو اسمه السيد محمد باقر الصدر، قدس الله نفسه. أين محمد باقر الصدر من نحن؟ نحن مقلديه، نحن ناسيه. أين كتبه؟ أين أفكاره؟ هل من المعقول كتبه تدرس في أوروبا منذ عشرات السنين ولا وجود له في داخلنا؟ لا نتهم جهة ضد جهة، لكن الجو العام، أين إعلامنا؟ إن كان أي إعلام كان، مع احترامي لكل المسميات الجميلة من الحركات والأحزاب الوطنية والسياسية وغيرها، هذا نموذج. عندنا كثير من شهداءنا، ماذا؟ الشهيد محراب، سيد محمد باقر، هذه العائلة المباركة، آل الصدر أينهم؟ آل بحر العلوم، آل الحلو، وكثير من هذه الأسماء الجميلة الذي قد، أين مرجعيتنا؟ لماذا الأخبار بسيطة جدا عن ثقافة وأفكار المرجعية؟ لنذكر ولو بالشيء البسيط، نذكر أين إعلامنا من العمل الكبير جدا الذي تقوم به مرجعيتنا في العراق وفي الخارج في القضايا المساعدات وفي القضايا العلمية. أنت تتفق مع الشيخ في توظيف الإعلام طبعاً لكشف هذه الحقائق؟ أكيد 100%، صحيح. شو ننغز الأحزاب للقبلون؟ لا، أنا مو كلش أحب أدخل معه، مو كلش معه أصلا، ما أدخل بالسياسة. نعم. ليش إحنا كل حزب ملتيه بحزبة؟ خلينا نكون صريحين، ليش؟ مو عندنا نموذج رائع قاعد بالنجف؟ ليش ما هذا كلنا نصير قدوتنا؟ صح. بس كل واحد على مزاجه، خلينا بس يزعلون مني ويحجون علي، مو ما ما طيب. بس هاي صراحة، هذه صراحة وأنت معروف بالصراحة. حشدنا ولد من رحم المرجعية، ماكو شخص قال لهم تعالوا. زين، سمعنا الكثير من الدعوات لتفكيك الحيد الشعبي، ضعاف الحيد الشعبي، يقدر. برسالة لهؤلاء الداعين إلى تفكيك الحيد والله الشعبي. أنا مو أنا قلتها، أبو مهدي بأيام أبو مهدي الله كان الله. وبأيام رؤسات الوزراء اللي كلها تحدث، وهسه من قل لهم احنا من ما علينا بالحكومة، اعذريني. بس للسياسيين اللي هذول يريد يتحرشون بالحشيد، ما كثر ما تقدرون، وسويتوا عالجتوا والله ما تقدرون. احنا مو نقول نحكي من ناحية قوة، لا، لأن الحشد ثابت ويا الأمة. أنا سحجدي يجوز أنا قوي، بس الناس اللي بالشارع تحترمني، الناس تقوم لي، الناس تقعدني، ليش؟ خب هذا ما مجبور، مو من قوتي، ولكن احترام للهدف السامي الذي قدم روح الحشد وقدم الآلاف من تلو الآلاف وعشرات من آلاف من الجرحى والتضحيات، ولكنه لم يتنازل قيد أنمنا عن حب العراق وعن حب مذهبه. شكرا جزيلا الحاج أبو ضياء الصغير القيادي في الحج الشعبي، نورتنا. شكرا جزيلا سماحة الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به سماحة الشيخ. إذا ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى العاشرة لفتوى الجهاد الكفائي، لنتابع.
ملفنا الثاني راح يكون عن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. لاقى القرار ترحيبا عربيا ودوليا كبير، وستوصيفات له في خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة، داعين الكيان إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود هذا القرار. للتفاصيل نتابع أكثر هذا التقرير مع الزميل شيبان سعد. أطرح مشروع القرار للتصويت الآن. خطوة دولية جديدة ضمن الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة. مجلس الأمن الدولي أقر بتأييد 14 صوتا مقترح وقف إطلاق النار، وامتنعت إسرائيل عن التصويت. ويدعو القرار الكيان الصهيوني وحركة حماس إلى تطبيق بنود المقترح، لكن مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بلادها ستواصل عملياتها العسكرية. إن قرار مجلس الأمن لإيقاف الحرب على غزة ووقف إطلاق النار أعتقد هو قرار إيجابي، ولكن هناك عقبات أمام تنفيذ هذا القرار. باعتقاد أن نتنياهو هو الجانب الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي لا يحترم كل المواثيق الدولية والأعراف التي رسمت، كما شهدنا في الأيام السابقة قد أقدمت المحكمة العدل الدولية على إيقاف الدخول الجانب الإسرائيلي إلى رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم، لأن هناك الجانب الإسرائيلي لا يعترف بجميع المواثيق الدولية ولا يقبل بتنفيذها. حماس تعلن موقفها بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها مجلس الأمن، أبرزها الانسحاب الكامل للكيان الصهيوني وإعادة الإعمار، إضافة إلى إدخال المساعدات اللازمة للمواطنين. هذا القرار يفتح بابا كبيرا وجديدا مناصرا للمجتمع وللشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي المدن الفلسطينية، ونرى أن أيضا الأخوة الأعزاء في حماس قد بادروا إلى التأييد والقبول بهذا القرار ليتسنى لهم في مسألة إعطاء المجال للأمم المتحدة أن تأخذ دورها في القضية الفلسطينية. العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للكيان الصهيوني وعودة المواطنين الفلسطينيين إلى ديارهم بشكل آمن. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون حول القرار الدولي لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وأرحب بالدكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، سيكون ضيفي هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا. دكتور، كيف تقيم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني من منظور العلاقات السياسية الدولية كيف تقرأ هذا القرار؟ أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هناك نوع من الإيجابية في قرار مجلس الأمن. نعم. باعتبار صوت 14 عضوا، يعني من 15 باستثناء روسيا، امتنعت عن التصويت أو عارضت القرار لأسباب يعني من وجهة نظري غير معروفة أو غير إيجابية يعني لهذا الموضوع. وبالتالي إذن هو أول قرار يأخذ 14 حقا صوتا من 15 صوت، إذن هو فيه نوع من الإيجابية لصالح القضية الفلسطينية إذا ما حقيقة ثبتت النوايا أنه وقف إطلاق النار نهائيا وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، وأيضا فتح حقيقة المعابر الحدودية وإيصال المساعدات الإنسانية في اللي حسن النوايا حتى يطبق حقيقة القرار على أرض الواقع. القرار حقيقة هو لمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يعني فترة. هذه المبادرة حقيقة من كانت على شكل دفعات على ثلاث أشكال لمدة حقيقة 6 أسابيع لكل دفعة، وبالتالي 42 يوم حقيقة كمرحلة لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي حقيقة وقف إطلاق النار. طيب. بين جميع الأطراف، والبدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق وسطاء اللي هم قطر ومصر وأعتقد أن الإمارات. وبالتالي حقيقة إذا نفذت هذه
خلال 6 أسابيع 42 يوم سنذهب إلى المرحلة الثانية، والمرحلة هاي المهمة جدا وهي البحث عن رفات المفقودين يعني من الطرفين، سواء كان شهداء الجهاد الفلسطيني أو القتلى الإسرائيليين، وبالتالي نقلهم إلى ذويهم. هذا حقا موضوع مهم جدا. إذا ما نفذت في هذه المرحلة الثانية سنذهب إلى المرحلة الثالثة اللي هي أهم، وهي مرحلة الإعمار والبناء وتطبيق حقيقة القرار بصورة مباشرة بين الوسطاء عن طريق التفاوض عن طريق مصر، وباعتبار لا يمكن حقا أن يجلس الإسرائيليين مع الفلسطينيين مباشرة، وبالتالي يجب أن يكون طرف راعي لهذا الموضوع وهو جانب دبلوماسي متعارف عليه. الامتناع الروسي عن التصويت، حضرتك بالبداية قلت لي أسباب غير معروفة، رديت قلت لي أسباب غير إيجابية، شو تقصد بأسباب غير إيجابية؟ هي يعني روسيا من الداعين إلى وقف إطلاق النار؟ نعم، ولكن في هذا القرار أعتقد لأنه من وجهة نظري كمختص في العلاقات الدولية من الممكن أن قد لأنه جاء عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو جاء عن طريق الرئيس بايدن، وبالتالي حضرتك تعرفين هناك مناكفات كبيرة جدا بين روسيا وبين الجانب الأمريكي أيضا، وبالتالي لا يوجد مبرر لأقلها يعني المفروض يعني أن تمتنع عن التصويت وليس تعارض. طيب. اي يعني هذه مشكلة كبيرة، وبالتالي إذا يعني موضوع فيه وقف إطلاق النار وفيه مفاوضات والجانب الفلسطيني اللي هو المتضرر الأكثر وافق باعتبار فيه نوع من الإيجابية، والجميع العرب وجميع دول العالم والاتحاد الأوروبي رحب بهذا الموضوع، لماذا روسيا إذا لمصالح خاصة في الجانب الروسي دبلوماسيا وعسكريا واستراتيجيا من وجهة نظري مع الجانب الأمريكي تريد إطالة الحرب في هذا الموضوع حقيقة لأجندات خاصة واستنزاف قوة حقيقة أمريكا في هذا الموضوع ودعمها نعم أو إشغالها عن موضوع أوكرانيا وحربها مع أوكرانيا. هو أيضا من الغريب أن تعزم واشنطن على مثل هذا القرار وهي عارضت هذا القرار واستخدمت الفيديو ضد قرار سابق. دكتور صالح، سؤال مهم جدا، أنا أشكرك. بالتأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول يعني من وجهة نظري حفظ ماء الوجه باعتبار هناك خسائر كبيرة حقا منيت بها على البحر من قبل اليمنيين ومن قبل المعارضة حقا، إضافة إلى الصلابة والجهاد من قبل الجانب الفلسطيني في التصدي للإسرائيلي. طيب. هذا جانب. الجانب الآخر المهم، هناك انتخابات أمريكية، وبالتالي لا يمكن الحزب الديمقراطي يعني يخسر الانتخابات، ودافع الضرائب الأمريكي حقيقة يطالب الرئيس الأمريكي المستقبلي بأنه لماذا يدفع الضرائب وهي تنفق على حقيقة تدمير شعوب وتقبيل. هناك احتجاجات في جامعات أمريكا لا سيما الطلبة يعني حقا والمثقفين ضد وقف إطلاق النار، وبالتالي أنه هو ضغط على بايدن، وبالتالي هي حقا مبادرة أو معروف جو بايدن يعني حتى قبل أن يكون رئيسا لديه مناورات سياسية معروفة، وبالتالي للخروج من الأزمة، وهي أنا أعتقد أنه خروج من الأزمة السياسية للأحادية القطبية الذي يقودها بايدن، وهو باتجاه أن يكون راعي سلام في هذه المنطقة حتى ولو كان ادعاء، ولكن نحن نقبل يعني من وجهة نظري بهذه القرارات باعتبار نأخذ الإيجابي منها ونترك السلبي. نعم. إذن أرحب الآن بالدكتور خليل أبو كرش الباحث في الشأن الإسرائيلي عبر سكايب. حياك الله دكتور خليل. مساء الخير لك ولكل ضيوفكم ومستمعينكم الكرام. أهلا وسهلا أستاذ. هذا القرار الأمريكي لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، يعني كيف يراه الفلسطينيون خاصة في هذا التوقيت؟ يعني هذا القرار جاء بعد عدة محاولات من المؤسسة الدولية لوقف الحرب، وكان هناك تعطيلا أمريكيا واضحا لإقرار أي مشروع يذهب باتجاه وقف إطلاق النار. نعم. وعندما جرى هذا القرار بالجهد الأمريكي، المؤسسة الرسمية الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية، هم رحبوا بهذا القرار على اعتبار أنه لربما سيقود إلى وقف هذه الحرب ووقف هذه المجزرة التي ترتكب بشكل يومي وعلى الهواء مباشرة، والتي يعني لم تبقي في قطاع غزة مكانا صالحا للعيش وللحياة. طيب دكتور خليل، يعني ما تتفضل به قد يؤثر على حكومة نتنياهو، مهما أصلحت حكومة نتنياهو البقاء في السلطة، وإلا سيتعرض لأسئلة كثيرة وربما يتعرض إلى محاكمة. فسؤالي لحضرتك، كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تتخذ قرار بعيد عن إرادة الكيان الصهيوني؟ يعني منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي بايدن خطته للتسوية وإنهاء الحرب، هو قال بشكل واضح أن هذه خطة إسرائيلية، وأن الإعلان الأمريكي عنها الذي جاء بهذا الشكل هذا يؤشر ويقول أن التفاهم الأمريكي الإسرائيلي في الغرف المغلقة لم يعد مقبول، وأن الرفض الإسرائيلي
لكل الأشكال التي تقود إلى وقف الحرب لم يعد مقبول، وبالتالي ذهبت الولايات المتحدة لفرض هذه المحاولة من خلال الرئيس بايدن. من جانب آخر، يعني حتى في اللحظة التي أعلن عنها الرئيس بايدن لهذه الصفقة، كان هناك مصدرا متحدث من تل أبيب قال أن هذه الصفقة هي أمريكية، وأن هناك تفاهمات وأن هناك خلل في الكلمات، وهذه الصفقة ليس كما اتفقنا عليه، وحاولت إسرائيل التملص من هذه الصفقة أو التملص من هذا الطرح. السبب يعود للتركيبة التي تشملها الحكومة الإسرائيلية الآن. هذه حكومة تضم 4 مركبات سياسية حزبية، الأحزاب الحريدية من جانب، إضافة إلى حزبي الصهيونية الدينية، ومن ثم حزب الليكود. هؤلاء هم يعتقدوا أن أي محاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مهدد فيها رئيس الحكومة بالخروج من هذا الائتلاف، ومهدد من قبل قيادي الحزب الصهيوني الديني وسموتريتش وبينغفير لانهيار هذه الحكومة وانهيار هذا الائتلاف. وبالتالي يحاول رئيس الحكومة الحفاظ على ائتلافه في سدة الحكم، ويحاول الحفاظ على بقائه السياسي بمنع إيقاف هذه الحرب من خلال تقديم تفسيرات ومحاولة وضع المعيقات أمام أي محاولة أمريكية أو حتى محاولة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنه يدرك أن في اليوم التالي لوقف إطلاق النار سيكون هناك محاسبات ومراجعات لربما تقود إلى إخراج نتنياهو من المشهد السياسي، وأن لجان التحقيق تنتظر نتنياهو، وبالتالي هو يدرك مصيره السياسي في اليوم التالي للحرب. دكتور خليل، هذا أيضا يؤسس لي سؤال، إذا هل سيمتثل الكيان الصهيوني للقرار الأمريكي وسط ترحيب عراقي عربي دولي كبير لهذا القرار، أم سيسير الكيان الصهيوني في جرائمه، وأعني هنا جرائم الإبادة الجماعية دكتور خليل؟ يعني بلا شك هناك ترحيب بهذا القرار من قبل الظهير العربي ومن قبل كل الدول العربية، هذه الدول التي تشكل الظاهر الإسناد والمساندة للفلسطينيين في العراق، في الأردن، في مصر، في كل العالم العربي. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا بتقديري أن إسرائيل لم تذهب إلى تطبيق هذا القرار ولا تطبيق أو الذهاب أكثر إلى صفقة. ستضع العراقيل أمام أي إمكانية لإنجاح صفقة، وبالتالي هي تدرك أو هي ترفع من إمكانية الذهاب أكثر وأكثر بالتصعيد وإنفلات المواجهة لربما إلى مواجهة إقليمية، خاصة ما يجري الآن وما جرى بالأمس في الحدود الشمالية ما بين إسرائيل ولبنان. هذا يؤشر على أن إسرائيل تتفلت بشكل كبير من أي استحقاق يقود إلى وقف هذه الحرب وإلى وقف هذه المجزرة. هذه المجزرة التي يقول عنها العالم وتقول عنها المؤسسات الدولية وتقول عنها كل المؤسسات المحايدة أن ما يجري في قطاع غزة هو حرب إبادة، هو حرب لا تفرق بين أحد، تقتل الجميع على الهواء مباشرة. وبالتالي وجب على العالم الحر، وجب على العالم الذي يسعى إلى تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة أن يردع إسرائيل وأن يبعد هؤلاء المتطرفين عن المشهد السياسي، خاصة أن التكلفة لهذه الحرب يعني تكلفة كبيرة جدا، أرقام الشهداء تزداد في كل لحظة وفي كل ساعة، أعداد المفقود. دكتور صالح، هل سيستمر الكيان بهذه الحرب؟ يعني تفضل أستاذ خليل قال نعم لم يمتثل لهذا القرار. أنا أختلف تماما حقيقة، سيمتثل الجانب الإسرائيلي يعني في هذا القرار، لأنه إذا لم يمتثل ويضرب حقا قرارات مجلس الأمن عرض الحائط، من الممكن مستقبلا أن تصدر قرارات ملزمة وفق البند السادس أو السابع، وبالتالي يكون في حرج كبير جدا، وبالتالي عليها أن يقبل وسوف يقبل أنا متأكد، ولكنه يحاول أن يتظاهر بموضوع الرفض حتى يحصل على الكثير من المكتسبات في الجانب الدبلوماسي التفاوضي. وأنا أعتقد أو أجزم أنه سيوافق مستقبلا أو بالأيام يعني. لكن ما حدث يوم أمس في الجبهة الشمالية لم يكن يعني يدرس من ناحية العلوم العسكرية على أنه تهدئة أو الامتثال لمثل هكذا قرار؟ يحاول حقيقة أن يظهر نفسه أنه يتصرف بالقوة، ولكن أعتقد أنه سيمتثل يعني مؤخرا، وأن يكون ضمن الجانب الدبلوماسي. وأعتقد أنه الجانب الأمريكي لا يمكن أن يحصل على أو يستصدر قرار من مجلس الأمن إذا لم يحصل على موافقات مبدئية مع الجانب الإسرائيلي. هنالك منظمات يهودية
في أمريكا هي من تقود، لا سيما منظمة إيباك ومنظمة ما يسمى بالجماجم والعظام. هذه المنظمات هي من تقود وهي من تحرك إسرائيل، وبالتالي أعتقد أنه هذه المنظمات يعني حقا لديها علاقات قوية مع جو بايدن، وأعتقد هي من اقترحت عليه أن يكون لديها قرار، وأعتقد أنه هذا القرار جاء حقا بدراسة أمريكية حتى أن تكون أمريكا هي الواجهة لما يسمى بحقا راعي السلام في هذه المنطقة، وإسرائيل ستوافق باعتبارها الطفل المدلل لأمريكا، وبالتالي ستوافق على هذا الموضوع باعتبار لا يمكن أن تخرج عن طاعة الأب الأكبر. لكن إذا ما انتهت هذه الحرب نتنياهو سنراه في السجن، وهذا ما لا يريده نتنياهو. نعم. من باب الفرضية، هل يستطيع نتنياهو كسر القرار الأمريكي بعدم الموافقة على إيقاف إطلاق النار، وبالتالي فتح جبهة شمالية للبقاء في اليوم القرار ليس إسرائيليا ليس صهيونيا، اليوم القرار يخص حكومة نتنياهو، يعني أصبح القرار شخصي دكتور. في كل أحوال نتنياهو إذا انتهت الحرب أو لم تنتهي الحرب سيحاسب، هذا من تين من باعتبارنا لك تنتظره مواضيع جرائم حرب وإبادة إنسانية. لكن ممكن أن يفتح جبهات أخرى دكتور صالح، من أين يحصل على حقا الجانب العسكري والمادي، من يدعمه إذا خسر الجانب الأمريكي؟ سيكون محرج جدا، وحضرتك تعرفين الجانب الأوروبي رحب بها الموضوع. هل تدعمه روسيا؟ أنا تعجبت من هذا الموضوع. إذا هناك مشكلة في العلاقات الدولية إذا دعمته روسيا. أنت كمختص في العلاقات الدولية مشكلة. هل تقرأ هذه من الممكن؟ نعم من الممكن، إذا تحولت اللعبة حقا وتحول اللاعبين فهذه مشكلة كبيرة. إذا دعمته روسيا سيستمر، أما إذا حقا لا يستطيع أن يكسر شوكة أمريكا في هذا القرار لن يحصل على الدعم. ولكن إذا حصل بفرضية الدعم الروسي للكيان، هذا سيغضب الولايات المتحدة كثيرة بالتأكيد، وسيتحول من أمريكا إلى أحضان الروس، وهذه لا يمكن أن يفعلها الجانب الإسرائيلي، وأنا أجزم أنه سيوافق على القرار شائم أبو نعم. طيب الوساطة هل ستكون بذات الدور المثمن والكبير للملمة الأمور وحصول الفلسطينيين من أهل قطاع غزة على الخدمات، على المساعدات الإنسانية، على الفرص العلاجية ومن ثم الإعمار، وأتحدث عن المراحل ما بعد وقف إطلاق النار؟ نعم، مع احترامي للدول اللي راعي الوساطة، مصر وقطر والإمارات، كنت أتمنى أن تكون هناك حقيقة دولة مثل الصين أو حتى روسيا. أعتقد أنه من الممكن أن يكون لعدم زج روسيا في هذا الموضوع، أعتقد أن روسيا من الممكن رفضت هذا القرار. أيضا في العلاقات الدولية يحصل هذا الموضوع. لماذا لا تستطيع روسيا الدخول في مفاوضات أو تكون وساطة؟ أمريكا لا تريدها أن تكون في هذا الموضوع، وبالتالي كنت أتمنى أن يكون الصين أو بعض الدول الأوروبية في هذا الموضوع، وبالتالي إذن لا حصلنا على ضمانات أكثر من باعتبار الدول العربية لا تستطيع أن تفعل شيئا إذا ما تملصت إسرائيل من هذا الجانب. ولكن إذا كانت الدولة راعية مثل الصين لديها ثقل اقتصادي وثقل حقا استراتيجي وعسكري على المستوى النظام الدولي، من الممكن أن يؤثر كثيرا لصالح القضية الفلسطينية. هل القرار الأمريكي اليوم كان متوقعا لدى الكيان الصهيوني؟ لو كان قرارا منتظرا ربما من الولايات المتحدة حتى تكون الأمور بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد أنا لك ترتيب يعني حقا وترتيب للأوراق في الغرف المظلمة، وبالتالي جاء القرار حقيقة برغبة إسرائيلية ولكنها تتعنت، وهذا هو موضوع الجانب الإسرائيلي والكذبة الإسرائيلية وهي المعروفة الغربية كذب كذب حتى يصدقوك. هناك أيضا خسائر مادية وكبيرة جدا في الجانب الإسرائيلي. نعم نعم دكتور. شكرا جزيلا دكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا. كما أشكر دكتور خليل أبو كرش الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا كان معنا عبر سكايب. الآن سادتي الأكارم ننتقل إلى الموجز الخبري لنتابع. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد في الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر بأن الحكومة مستمرة بإنصاف كل شهداء العراق ولن تتأخر في ذلك انطلاقا من واجبها الوطني والشرعي. السوداني يوجه بتأمين كامل احتياجات المحطة الكهربائية من الوقود واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها. رئيس المجلس الأعلى شيخ همام حمودي خلال استقباله رئيس تجمع اقتدار وطن عبد الحسين عبطان يؤكد بأن الإطار حريص على نجاح حكومته وكل قواه معنية بمتابعة أدائها. رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد يصادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وزير التخطيط محمد علي تميم يعلن نجاح فعاليات التعداد التجريبي للسكان. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.